أهلا وسهلا بيكم في قناة عالم الروحانيات. الخريطة الفلكية لعام 2022 لبرج الحمل، بداية اليوم اللي ظهر قدام حضراتكم يوم 1/1/2022. زي ما شرحنا في الفيديو السابق ايه هي الخريطة الفلكية وهي عبارة عن ايه من استقبال الطاقة، هنشرح اليوم ايه نتيجة المؤشرات الخريطة الفلكية حتى يكون ليك دليل تمشي عليه وتستفيد منه من سرعة استجابة الطاقة ليك. بداية برج الحمل بداية موفقة جدا جدا من خلال العمل والحب والفكر، لكن هتكون شوية الحالة المزاجية غير موفقة ومؤثرة عليك. 97% العمل ناجح وانتاج في العمل جديد، ولما يجي مؤشر العمل مع مؤشر الحب ده رسالة بتقول اذا كنت تريد عمل ناجح يا برج الحمل ابدأ بتفاعل في العمل واكتسب طاقة العمل بالشعور بالحب. لو كان عندك شخص مرتبط بيه هترتقي في عملك، واذا كنت بدون علاقة او بدون حبيب حاول انك تكمل حالتك من خلال البحث عن الحب. والحالة المزاجية زي ما قلنا هيكون المؤشر الهبوط الخاص بيها نازل وهيستمر في نزوله حتى يوم 16/1 هيبتدي في الصعود، لكن احترس من يوم 3/1 حتى يوم 9/1 من لخبطة امور عندك او دمج العاطفة بالعمل او التفكير في العمل اثناء الحب او اي شيء شبيه لده. خلي عندك لكل وقت او لكل مكان قوله، زي ما بيقولوا في المثل لكل مقام مقال. فلا تفكر في الحبيب اثناء العمل وما تفكرش في العمل وقت الراحة، واعطي لكل وقت تفكيره، لانك انت اذا دمجت ما بينها ممكن يسبب ليك في مشكلة هتستمر معاك او هيكون نتيجتها معاك لغاية يوم 28 من شهر 1. لكن اذا انت كنت تخطيت الوقت ده، وانصحك انك انت تتخطاه بانك انت دايما تسيطر على مودك ومزاجك من اساليب التحفيز والحماس وخلافه، لان حل المشكلة اللي عندك هترتبط بمودك. فاذا كنت انت مشيت عكس المود وعكس التيار هيكون عندك كتير من العراقيل. نبدأ من يوم 18/1 لغاية يوم 25/1 صعود في الحالة العملية والحالة الفكرية. ابدأ من يوم 18/1 انك تفرغ كل طاقتك في انك تطور عملك واهدافك حتى ليوم 28/1. هنا هتبتدي تحصد وهيكون عندك كتير مكافأة من بداية يوم 18/1. الوقت ده اذا انت عملت اي شيء يخص العمل هيحصل وهتلاقي منه مكافأة ومكسب ليك، سواء عملك يخص اي ممارسة او ديل او اي شيء ابدأ بتطويره من يوم 18/1، وفي خلال اسبوع او اكتر تقريبا هتبدأ تحصد نتيجة استهدافك ونتيجة عملك. هيكون عندك خبر سعيد جدا، هيبدأ من يوم 25/1 حتى يوم 31/1، وغالبا ده هيكون نتيجة مكافأة العمل اللي هو هيأثر عليك من حالة البديهة وهيخليك تطور من نفسك وتغير من شخصيتك، وكمان هيخليك تنجح مع حبيبك. اظن ان هي بداية موفقة جدا 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 لبرج الحمل. ابدأ من يوم 30/1 انك تاخد بريك من العمل وما تحاولش تغير في عملك او تطور ليه، وحاول انك تصبر لغاية يوم 11/2 من الشهر القادم. لكن الوقت اللي انت هتتجاهل فيه العمل هيكون حالتك المزاجية كتير سيئة او غير مستعد لمواجهة اي مشاكل في عملك، عشان كده انصحك بشدة انك انت ما تحاولش تعمل اي شيء جديد والتزم بالروتين لغاية اليوم اللي شرحناه وهو من اول 11/2. ونبدأ من الوقت اللي انت فيه اخد بريك من العمل، اهتم جدا بالحب وحالة الحب عندك، لانك انت الوقت ده اذا كنت مش مرتبط هيكون افضل وقت ليك للارتباط، اذا كنت غير مستقر في حياتك العاطفية هيكون افضل وقت ليك للاستقرار، اذا كنت انت بتحاول تختار يوم انك ترجع
ترجع لحبيبك وانت برج الحمل، هيكون افضل وقت ليك للرجوع هو اول شهر 2 لعام 2022، بعد ما تلتزم الروتين وتهتم بالحب اكتر من العمل، او تخلي وقت اهتمامك بالعمل اهتمام روتيني من غير تطوير. ابدأ انك انت تضخ او تعمل بشكل اقوى لكن بدون تطوير. اي شيء هتعمله كروتين عمل هيكون بالنسبة لك العمل معاه الحالة المزاجية قوية جدا، وهتكون انت حابب العمل، وهيكون انت عندك مكسب او حظ جيد في عملك او اتفاقات في العمل جديدة او صفقة قوية جديدة هترشدك او هتلهمك انك انت تطور من خلال حالة الحب. وابدأ من يوم 20/2 تحاول تطور في عملك، وتحاول تطور مكسبك اللي انت كسبته من يوم 11/2 ليوم 20/2. حاول تطور المكسب ده انك انت تفكر في فكرة جديدة او تطوير جديد للعمل، لكن مجرد افكار بدون اي تنفيذ، وهشرح لك تحاول تنفذ امتى. الافكار اللي هتساعدك في الايجابية اكتر لو دمجتها في الحب، فانت من يوم 20/2 لو فكرت او اهتميت بالحب هيكون عندك نجاح كتير في اهتمامك وافكارك. لو عايز ترتبط باي حد جديد او عايز تدور على حد يملى حياتك العاطفية، فده انسب وقت ليك في انك انت تبحث من يوم 24/2 حتى يوم 4/3 في الشهر القادم، وهيكون نجاح الحب ليك انك انت هيحصل ارتقاء في الحالة العملية والحالة العاطفية، وهيكون لو انت لقيت حبيب جديد هيكون بالنسبة لك فتحة خير زي ما بنقول، او وش السعد زي ما بنقول، وبيها هتقدر تخلص نجاح انك انت تفتح عمل جديد مختلف عليك، ونجاحك في الحب هيكون بالنسبة لك في مكافأة ليك من التلت الاول لشهر 3، وهتبتدي انت امورك مستقرة. لكن احذر انك انت تتفاعل في 13/3 حتى يوم 23/3، احذر انك تتفاعل في الحب او العمل. خلي امورك روتينية من خلال الحب والعمل حتى ما يكون نتيجة التفاعل مشكلة كبيرة ممكن تواجهها. والحمل دايما في الريتم البيولوجي الخاص بيه بيحتاج الاستقرار. اذا هو قدر يستقر في حالته المزاجية وحالته العاطفية، ويقدر يفصل الامور ببعض، ما يدخلش الحب في العمل والعمل في الحب، ويقدر يعطي كل مقام قوله الصح او تفكيره الايجابي او تفكيره المناسب، هيكون قادر ان هو يغير ويطور من نفسه. والتلت الاول في عام 2022 هو تقريبا تلت الازدهار والنجاح والتغيير والمكافآت لبرج الحمل. بعدها هيبتدي انت هتلاقي من نتيجة اذا انت كنت قادر تعيش في استقرار او تتخطى مشاكل الحب والعمل بدون اي تفاعل مع اي مشاكل، وتقدر تتنازل مع الحبيب وتتنازل في عملك، هيكون من يوم 25/3 عندك حالة ارتقاء في الفكر. هتقدر فعلا تفكر في عملك وتطوره، وهتحصل ليك صفقة في اول شهر 4. الصفقة دي هتكون بالنسبة لك وقت لتطوير مرتب او للارتقاء اكتر في عملك. ما شاء الله برج الحمل عنده ارتقاءات كتير في عمله من خلال ارتباط الطاقات ببعض، فدايما هو في ارتقاء وفي سعادة وفي تطوير، ويمكن هيسمع خبر سعيد جدا خاص بالعمل، ترقية مثلا، او ان هو مسك صفقة جديدة وتعاقد مع صفقة جديدة، او ان هو جات له فكرة عملية جديدة يقدر ينفذها في اخر شهر 3 حتى يوم 5/4. وبعدها انصح برج الحمل بعدم فعل اي شيء، وانصح كمان انك يوم 8/4 ما تنزلش من البيت، والحظ الكويس بالنسبة لك ان هو يوم الجمعة، فانصحك يوم الجمعة في شهر 4 يوم 8 ما تخرجش من البيت نهائيا، ما تتفاعلش مع حبيبك بخير وبشر، انسى خالص وخرج كل طاقة افكارك وطاقة حياتك اليومية، ابتدي خد لنفسك ريلاكس وما تفكرش في اي شيء جديد. بعدها حاول تتجنب المشاكل، وحاول ما تفكرش على قد ما تقدر، لان اي مشكلة او اي شيء هتفكر فيه مش هينجح معاك، واي حاجة هتحاول تعملها مش هتنجح معاك، زائد ان طاقة الحب عندك كتير هبطة، فده هيكون بالنسبة لك وقت
عدم استقرار. لكن طاقة المود عندك او الحالة عندك مستقرة والبديهة عندك هتخليك تتخطى اي مشاكل او اي عراقيل. من يوم 21/4 حتى يوم 26/4 في خبر ناجح قوي جدا مفيد ليك خاص بالعمل والحب. ممكن انك تكون وقت المرتب حوافز زيادة، او ممكن تكون تخليص مهمة جديدة، النجاح في عملك بطريقة جديدة وهكذا. حاول انك انت تستمتع بوقت الحب من يوم 24/4 ليوم 3/5، وما تخليش حالة المزاجية عندك ضئيلة. حاول تتأقلم وتتعايش وتعطي الحب، واعرف دايما ان الحب هو شيء عملي اكتر من ان هو يكون مشاعر. انصح برج الحمل ان هو يفعل الامور الخاصة بالحب لحبيبه حتى يتحول الفعل لمشاعر حقيقية. فاذا كنت برج الحمل وحاولت انك انت تعطي الحب بدون فعل، مهما كنت صادق فيها ومهما كنت حاسسها، هتكتشف في يوم من الايام انها هتكون مزيفة بالنسبة لك. لان دايما انت طاقة الحب غير طاقة الحالة المزاجية عندك او عكسها. فمنصحش برج الحمل ان هو يربط طاقة الحب بطاقة الحالة المزاجية الخاصة بيه. وحاول انك انت تكون في استقرار وفي روتين لغاية يوم 15/5، لانك انت اذا كنت شخص مهمل او غير مرتب لافكارك وحياتك دايما هتحصل ليك مشاكل كتير في شهر 5، في نص الاول من شهر 5، وغالبا ممكن ما تقدرش تتخطاها. لان برج الحمل اذا كان دايما مرتب واذا كان دايما بيفعل اي شيء بترتيب وبنظام ومنظم جدا في حياته، هيكون ناجح ويتخطى اي مشاكل واي عوائق. واكتر شيء مدمر لبرج الحمل هو عدم تنظيم حياته. ابدأ انك انت تنظم حياتك، سواء انك تستعين بورقة وقلم، سواء انك تستعين ببرامج، سواء انك تعمل لنفسك اي اسلوب لتنظيم حياتك. ده اللي هيخليك دايما ناجح، وهتلاقي فعلا الارتقاءات اللي انا قلتها لك في عملك وفي حياتك العاطفية. هتلاقي فعلا سنة سعيدة عليك، وتقريبا نص السنة الاول هو نص عالي قوي جدا ليك. واتمنى في القراءة اللي جاية تكون باقي كل السنة سنة قوية ليك، وهتلاقي دايما انك انت بتتخطى من اي مشاكل، وهتلاقي دايما انت في نجاح. اذا مفتاح الحمل في النجاح والارتقاء وبلوغ كل اهدافه هو نظام حياته واعداد نظام لحياته وترتيب حياته ترتيب صحيح. وعلى فكرة ده ما يخصش برضو برج الحمل، ده يخص اي حد بيحاول انه فعلا يغير حياته. لازم اول خطوة ياخدها ان هو يعمل نظام يمشي عليه. بنبدأ من يوم 15/5 هتبتدي الامور عندك في استقرار، وفي عملك كمان هيكون في استقرار. تبتدي الاخبار السعيدة هتكون عندك من يوم 20/5 ليوم 24/5، وهيبتدي عندك ازدهار في الحب يؤدي الى اصلاح الحالة الفكرية عندك. اذا انت من يوم 24/5 اهتميت بحبيبك، هيكون عندك وسيلة لانك ترتقي في الحالة الفكرية عندك. ومن خلال ارتقائك في الحالة الفكرية عندك، هيكون عندك من يوم 6/6 حتى يوم 14/6 ترقية وارتقاء في حياتك العملية. ومن خلال الارتقاء ده هيكون بالنسبة لك الاهتمام اللي انت اهتميت بيه لحبيبك اللي كان هو السبب في ارتقاء فكرك والحالة الفكرية عندك، ومن خلالها ارتقيت في عملك واخدت مكافأة كبيرة قوية. المكافأة دي هتكون هي السبب في اهمال حبيبك، والشعور انك غير محب ليه او الحالة المزاجية هتكون مع حبيبك داون. لان طاقة الحب مع طاقة البديهة صعبة عندك زي ما شايفين في المؤشرات، لكن الحالة المزاجية عندك مرتفعة مع الحب. فهنا يحصل تجاهل للحبيب او تجاهل كتير ممكن يؤدي لمشاكل من يوم 12/6 ليوم 16/6. فتجنب ارتقائك في عملك في شهر 8/6 حتى لا يكون مشكلة فراق او مشكلة تخص احبابك. زي ما حكينا ارتقاء والاهتمام بالحب اللي انت هتقابله اللي هيخليك ترتقي في عملك، اذا ما كانش عندك حبيب في شهر 5
5 مش هتحصل على المكافأة دي، وهتكون ترتيب الساعة البيولوجية اللي انا بشرحها لك ملهاش اي لازمة. فانصح اي حد بالارتباط في الاوقات اللي انا شرحتها لبرج الحمل الخاصة بالارتباط حتى يحصل على المكافآت، لان كتير طاقة الحب عنده مرتبطة بالبديهة. شوف هنا طاقة الحب اذا كانت تسهل ب 99% تمام، هتكون طاقة البديهة عندك داون. طاقة العملية 91%، طاقة الفكرية 81%، لكن طاقة الحب مرتبطة بطاقة البديهة عندك. فدايما حاول تاخد من حبيبك الابتكار، الفرح، السعادة، الحالات المزاجية. ويحاول برج الحمل يخلق حبيب ليه، يحب اي شيء حواليه، ما يحسش ان حبيبه مجرد شخص كذاب وممكن في يوم يخونه. يستمتع بكل لحظة مع حبيبه، وحاول يستغل طاقة الحب لانها تكون بالنسبة له هي طاقة التطوير في عام 2022. طبعا بعد ما تتخطى المشكلة دي هيرجع طاقة الحب تاني عندك قوية جدا، وهترجع عندها حالة البديهة عندك قوية، هتبدأ ترجع لرشدها. لكن الحالة الفكرية والحالة العملية هتكون في هبوط. انصحك من يوم 15/6 انك تكون روتيني جدا في عملك، وتحاول تحافظ على مستوى استقرار عملك، ما تحاولش تطور، واجل اي قرارات فيها تجويد وتطوير حتى شهر 7 القادم. هنبدأ هنا نشرح ان طاقة الحب هي اللي هتخليك مستقر شوية في عملك. لو تجاهلت طاقة الحب هتقع في مشكلة كبيرة في عملك ومش هتقدر تتخلص منها، لان عندك استقبال الطاقة الفكرية اللي بيساعدك سالب 99%. فاي مشكلة هتفكر فيها ساعتها في يوم 22 هيكون النتيجة انك هتفكر في الشيء اللي ضدك مش اللي معك. حاول انك انت تتخطى الوقت اللي يكون فيه الحالة الفكرية عندك داون، حاول انك تتخطى الاوقات الصعبة عندك بانك تستشير الاخرين. ورغم ان برج الحمل ما بيحبش كتير من الاستشارات، لكن اذا كان عنده صديق بيستشير بيه ويكون قنوع او مقنع ليه وبيحبه كتير هيفيد برج الحمل في حالته. شهر 7 عام 2022 هو شهر الريادة، للفرح، للترقي، للتطوير، للربح كتير من المال، لنجاح عملك، لحصاد ما فعلته او ما عملت بيه. دايما برج الحمل اللي بيلهيه عن احبابه هو العمل، وبنصح برج الحمل ما تنشغلش عن احبابك، وحاول ما توصلش طاقة التجاهل لاحبابك، لان انت سبب ارتقائك في عملك هو حبيبك. طاقة الحب اللي بتستمدها من احبابك هي السبب في ارتقاء عملك ونجاحك في حياتك. فحاول انك انت تهتم بحبيبك، والوقت اللي انت تكون مش حاسس بالحب اتجاهه حاول انك انت تفعل المشاعر دي بانك انت تعمل شيء عملي يدل على حبك مش مجرد كلام. وهنا هيكون في حالة استقرار اذا هو اهتم بالحب. لو ما اهتمش بالحب ممكن هيكون عنده مشكلة في بداية 12/7 تخص العمل. لو تجاهلت طاقة الحب هتؤدي الى مشكلة بعدها على طول. لكن اذا كنت انت بتهتم بحبيبك هتلاقي النتيجة عكس، هتتخلص من المشكلة دي. وحاول شهر 7 تاخد عطلة الصيفية الخاصة بيك، وما تحاولش تعمل حاجة. امورك في اخر شهر 7 من ناحية عملك هتكون مستقرة وفعلا هتكون في ارتقاء، لكن حاول دايما تتفادى اي احتكاك، وحاول دايما تقضي شهر 7 كامل في انك انت تخليك على الروتين والنظام الحياتي اللي انت عامله لنفسك، ولا تحاول تفاعل مع اي شيء جديد حتى ما يصيرش عندك مشاكل كتير في حياتك. لو حصل ممكن تستمر معاك لنص الشهر القادم وهو شهر 8، لكن اذا انت تفاديت الوقت ده شهر 7 وقدرت فعلا تسيطر على حياتك وامور حياتك هيكون عندك مكافأة قوية جدا وبداية حياة جديدة واستقرار جديد في شهر 8 بداية يوم 14. وهنا ده هيستمر وهيكون بالنسبة لك الحب برضو مرتبط بالعمل. ودايما بوصي انك اهتم بحبيبك
في الوقت اللي تكون فيه ناجح في عملك ولا تتجاهله نهائيا. وحاول انك انت بداية يوم 18/8 بعد المكافأة القوية اللي انت هتاخدها او الامور اللي هيحصل فيها بداية استقرار، انصحك انك انت ما تفرحش كتير بالمكافأة اللي هتاخدها في 15/8 او نص شهر 8. واول ما تاخد المكافأة ارجع تاني مارس الاستقرار، لان انت زي ما انت شايف في اواخر شهر 8 كل المؤشرات عندك سالب 72 سالب 53 وهكذا. فما انصحكش تعمل اي شيء جديد، ما انصحكش حتى تخرج من بيتك من يوم 25/8 لحد 3/9، ما انصحكش نهائي انك انت تعمل اي شيء جديد. حاول انك تقضي يومك كله روتيني جدا او اقل من روتيني، حاول تقصر الاوقات اللي انت بتحتك بيها من الناس. هنا في التوقعات اواخر شهر 8 مش هيكون بالنسبة لك شهر مناسب او كويس. اتمنى انك انت تعدي وقت شهر 8 على خير، واتمنى انك انت يكون عندك وسيلة انك تتخلص بيها من المشاكل او الحالات اللي هتظهر لك في شهر 8. كل ده ممكن تتخطاه اذا انت اهتميت بحالتك المزاجية وحالة الحب وايضا نظام حياتك وترتيبه. وفي شهر 9 من يوم 4/9 هيبتدي امورك ترجع في استقرار، وهتلاقي عندك الامور اتحسنت جدا في اول التلت التاني من شهر 9، وهيكون الاستقرار والفرج عندك بشكل قوي جدا. بداية التلت التاني من شهر 9 هو ده الوقت المناسب انك انت تطور في عملك من تاني، الوقت المناسب انك انت تصلح علاقتك العاطفية وتعبر عن مشاعرك، الوقت المناسب انك انت تغير وتطور من افكارك، الوقت المناسب انك انت تحاول تلمس الجديد في حياتك وتبدأ تنشئ نظام لحياتك جديد، الوقت المناسب ليك لان كل المؤشرات عندك مرتفعة. خليك فاهم كويس ان بداية التلت التاني من شهر 9 هو وقت انك انت تعيد تجديد حياتك مرة تانية. بعدها ابدأ بالتزام بالروتين، هيكون عندك انشغال في العمل وهتهتم بعملك كويس، امورك كلها هتكون مستقرة وما شاء الله هتلاقي مكافأة او شيء مفرح لكن ما يخصش العمل، غالبا هو بيخص الحبيب. ممكن تكون منتظر بداية مولود جديد، ممكن تكون منتظر بداية علاقة جديدة، ممكن تكون منتظر عودة حبيب ممكن يرجع عليك في بداية التلت التاني من شهر 10. كل امورك العاطفية هتكون في استقرار وفرح، وهتقدر تتخطى مشكلة الشغل والعمل عندك. ودايما بوضح ليك ان الحب هو طوق النجاة، لا تنشغل عن احبابك من خلال نجاحك في العمل حتى لا يصير عندك مشكلة نتيجة تكرار الغلط وسوء التصرف اللي هتؤدي الى اضطرابات في العمل والحب والحالة المزاجية. هتبتدي تمشي في روتين لغاية يوم 9/11. انا ملاحظ ان الربع الاخير في عام 2022 لبرج الحمل مقسم ان هو يبدأ دايما التلت التاني من الشهر من بعد يوم 10 من كل شهر ان هو يعمل الجديد وينفذ الجديد في حياته، لان دايما بتكون المكافآت والفرح من بداية التلت التاني من الشهر، ونتيجة ده في ارتقاء امورك طبيعية مستقرة. في ممكن يحصل لك شيء مفرح لكن مش هتحس بطعم، لان ساعتها تكون حالتك العاطفية غير مستقرة، واذا انت عدلت حالتك العاطفية ممكن انك انت تتخلص المشاكل اللي جاية لك. انصحك يا برج الحمل في شهر 11 في الجزء الاخير من الشهر، خاصة من بداية يوم 23، انك انت تصلح علاقاتك العاطفية وتحاول تخليها مستمرة، ما تحاولش انك انت تضيف فيها حتى تتخطى مشاكل العمل الخاصة بيك اللي انت دايما مرتبط بيها، وكمان مشاكل فكرية، لانك انت وقت ما بيكون حالتك العاطفية غير مستقرة ما تقدرش تفكر كويس. وهتبتدي تمشي في روتين لغاية ما يكون عندك خبر سعيد سببه انك انت مستقر في حالتك العاطفية، هيأثر عليك تأثير من خلال الحالة العملية وهيكون فيها ارتقاء في الفكري. انصحك من بعد يوم 12/12 في عام 2022 هو وقت
إعادة ترتيب حياتك، ولا تحاول تعمل أي جديد حتى بداية العام التالي. وبكده إحنا نكون خلصنا قراءة الخريطة الفلكية لبرج الحمل اللي بيها ممكن نساعده في التخلص من مشاكله أو تجنب المشاكل اللي ممكن تحصل له نتيجة استقبال الطاقة الكونية الخاصة بالعمل والحب والفرح والحالة المزاجية والحالة الفكرية. وبكده أنهينا قراءتنا، ولينا لقاء آخر مع جميع الأبراج لعام 2022، وأتمنى تكونوا استمتعتم واستفدتم من الخريطة الفلكية لبرج الحمل، وأكون أنا أول شخص قدم خريطة فلكية لكل برج حتى لا يلجأ للاستعانة بالعرافين. وشكرا جدا لمتابعتكم.